السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بتكلم من شيء في قلبي الآن. بعد صلاة الجمعة تصفح تويتر وإذا بتغريدة استخرجت من عيني الدموع. التغريدة لأخوي الدكتور غازي الشمري يذكر أن بنت أخيه في ثاني ابتدائي ماتت أمها في حادث قبل سنة، وكانت الطفلة تكتب ثم نامت، فماذا وجدوا؟ تعرف قدر الحياة مع الأم وبنور الأم؟ سامحوني، احيانا نحتاج ان نبكي حتى نفهم بعض المعاني وبعض القيم العظيمه في حياتنا. كيف وبعض ابنائنا وبناتنا للاسف الشديد يقع في مظاهر من العقوق وعدم الاهتمام وربما الضرب. امس بعد صلاه الفجر مدمن كان يضرب امه. في حادثه يحدثني فيها الامس الامين اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات شخصيا يقول اليوم بعد صلاه الفجر وتدخل وانقذت الام من هذا المجرم. تضرب امك، ترفع صوتك على امك، تكدر خاطر امك، تقصر في حق امك، ما يكون هذا ولا يصير. الحيوان ما يفعلها. اخواني واخواتي، ابنائي وبناتي، تعرفون قدر الام في حياتكم؟ ارجوكم، معليش ما ابغى اثقل عليكم في الكلام ومحاضره عن الام، صدقني حاولي ما دامت امك في على قيد الحياه، وحاول اخي انه تقدم لهم ما يسعدهم. هذا جزء من الواجب، مالك في فضل ولا منه. أمك يا حبيبي باب من أبواب الجنة. أمك السبب وجودك في الحياة، أمك اللي ربتك وسهرت عليك ومرضت عندما تمرض. وصدقيني ما تعرفين قدر أمك في حياتك حتى لا قدر الله وأسأل الله لا يريك ذلك حتى تفقدينها. تعرفين تعيشين في حياتك بدون أم. الحياة بدون أم أرض صحراء قاحلة ليس فيها معنى معاني الحياة. صدقوني كثير من الناس وممكن بعضهم تكلموا فيها، تكلموا من المشاهير وكان عندهم مال وشهرة وفتحت لهم الحياة، فإذا تذكر أنه يعيش بدون الأم نسي كل هذه المعاني. مهما سويت لأمك ومهما فعلت لا يمكن توفيها حقها. الحياة بدون أم مؤلمة للكبير قبل الصغير. الخلاصة من الموضوع، من كان والداه أحياء فليبرهما وليحسن إليهما وما له فضل ولا منه، ومن كان والداه أمواتا فليستغفر لهما ويحسن إليهما.